أهلا بكم أحبتي المشاهدين بحلقتنا الجديدة من برنامج أمكنة وتاريخ. من هذه الأمكنة إذا كانت ثقافية أو أثرية أو حتى تراثية أو حتى إحدى المعالم في مدينة الموصل، اليوم اخترنا من هذه المجموعة مكان مهم جدا. هذا المكان كان اهتمام أهالي مدينة الموصل كبير جدا به، ودعموا هذا المكان وتبرعوا أيضا. هذا المكان هي المكتبة المركزية. المكتبة المركزية في بداية تأسيسها في العراق، على مستوى العراق، كانت في الجانب الأيمن من مدينة الموصل قرب البلدية القديمة، قرب حديقة الشهداء. هذا الكلام كان سنة 1919. كان هناك نية لتأسيس مكتبة كما ذكرت وأؤكد على مستوى العراق. المتصرف وبعض المثقفين طلبوا من أهالي مدينة الموصل تزويدهم ببعض الكتب حتى يبدون يكونون نواة مكتبة وبداية مكتبة. هذا الحلم لدى أهالي مدينة الموصل ومثقفيها وأدبائها اتحقق سنة 1920. 1920 بدأ افتتاح أول مكتبة بمدينة الموصل، وهذه المكتبة احتوت الكثير من المخطوطات والكتب النادرة في اللغة العربية والتركية وأيضا الإنجليزية. بعد فترة طويلة من الزمن لعدم استيعاب المكتبة اضطروا لبناء مكتبة أكبر كانت في الجانب الأيسر لتستوعب الكثير من مثقفي وطلاب وأدباء أهالي مدينة الموصل. وبدأ العمل بها، تعرضت إلى تخريب من قبل عصابات تنظيم داعش أبان احتلال المدينة. للأمانة كبارنا وأساتذتنا الكل يتذكرون من سنة 1950 وحتى 1960 وإلى سنة 1990 بالتسعينيات، كانت هذه المنطقة أو هذا الموقع مقصد لطلاب المدارس، طلاب مدارس ابتدائية يجيبوهم المعلمين بسفرة أو رحلة دراسية أو رحلة مدرسية عفواً، يجون لهذا المكان. الطفل ما يعرف شنو، بس حتى يعرف أنه أكو عندنا مكان للمثقفين، وأنه جدك كتب، وأنه أبوك تبرع، وأنه كثير أمور. عن هذه المواضيع طبعاً أيضاً طلبة الجامعة، طلبة الدراسات كانوا يقصدون هذه المكتبة. هذه المكتبة ما نقص منها أي كتاب للتأكيد. ونحن أيضاً من خلال هذه الحلقة وهذا البرنامج ندعو المدارس، المعاهد، طلبة الماجستير إلى آخره زيارة هذه المكتبة وإعادة الروح لهذه المكتبة، لأن للأمانة نلاحظ فارغة جداً. البعض يعتمد، ولو أخذ وقت التقديم، البعض يعتمد على الأنترنت. الأنترنت ما مصدر، لكن من أجي أخذ كتاب لشخصية أدبية أو ثقافية وأقرأ، هذا مصدر معتمد. الانترنت كل شيء بينه، كل شيء بينه. فعن هذا الموضوع طبعا انا شويه اخذت من وقتي، راح التقي مع الدكتور محمود صالح يحدثنا عن اهميه هذه المكتبه، عن قيمتها، ايضا ما تحتاجه المكتبه، كيف كانت وحاليا وضعها وايضا تاسيسها. تابعونا.
تضم الموصل العديد من الأماكن التي حظيت بمكانة كبيرة في تاريخها الحديث والمعاصر. من بين هذه الأماكن المكتبة المركزية العامة بالموصل، وهي إحدى المعالم المشهورة في المدينة. وتقع المكتبة بأيسر الموصل، وتعتبر المكتبة من أقدم مكتبات العراق، ولها تاريخ وتاريخ ثري يمتد إلى أكثر من 100 سنة. وقد بدأ العمل بها سنة 1919 باسم المكتبة العمومية، ثم صار اسمها مكتبة الأمير غازي، ثم أصبح اسمها بعد ذلك إلى المكتبة العامة المركزية. في سنة 1919 ظهر إعلان في جريدة الموصل يدعو فيها ناظر المعارف في الموصل جيرول فارل أيام الاحتلال البريطاني مثقفي الموصل لكي يتبرعوا لمكتبة يريد تأسيسها آنذاك. وفي سنة 1920 بدأ الفكرة تتبلور، واندفع أهل الموصل وخاصة من المثقفين يتبرعون بالكتب ويقدمون إهداءاتهم للمكتبة التي خصصت لها غرفة في بناية بلدية الموصل بالبناية القديمة. وبعدها انتقلت إلى بناية مدرسة ثانوية الموصل، والتي كانت تداوم في نفس بناية الإعدادية الشرقية. وفي سنة 1927 قامت بلدية الموصل بإنشاء بناية مستقلة للمكتبة في مكان دائرة هندسة البلدية القديمة، أي بناية نادي الضباط الصف فيما بعد قرب جسر نينوى. تشير المعلومات التاريخية إلى أن المرحوم الحاج حسين شلبي حديد كان رئيس البلدية يتبرع برواتبه للفترة من 1927 إلى 1929 لبناء المكتبة، وقد أطلق عليها اسم مكتبة الأمير غازي، وافتتحت رسميا في احتفال مهيب في الأول من شباط سنة 1930، وعيون لها الحاج أحمد الليلة أول مدير لها باسم مأمور المكتبة في 7 نيسان سنة 1977. تم تغيير اسم المكتبة من مكتبة غازي إلى المكتبة العامة المركزية. وبعد أن توسعت المكتبة ولم تعد البناية تستوعب الأعداد الكبيرة من الكتب والمجلات، بنيت بناية جديدة للمكتبة في الجانب الأيسر من الموصل، وهي بنايتها الحالية القريبة من جامع النبي يونس. عدنا وياكم احبتي المشاهدين للحديث كما ذكرت مع الدكتور محمود صالح، واكيد الدكتور احد رواد هاي المكتبه، وانتم ايضا كنتم تزورون هاي المكتبه وتطلعون على بعض الكتب. بس انا راح اسال بالبدايه دكتور عن تاريخ مراجعته لهذا الموقع حقيقه الثقافي والادبي في مدينه الموصل. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. مرحبا. هلا. سؤالي الاول، وقبل ان ابدي وادخل في تفاصيل المكتبة دكتور، أنت أكيد كنت جيت، ما أقول يمكن بس أكيد ما مصلاوي لما يجي على المكتبة. كن إيش؟ ما مصلاوي لما يجي على المكتبة المركزية. كوي ما شرط إلا يعني يكون أستاذ أو يكون معلم أو يكون قبل جامعة الموصل كانت هي المكتبة المركزية من غير الأسبق، يعني ما شرط أنه يكون موظف في دائرة أنه يجي هوني. أكو بعض منهم يعني ناس كسبة
بس يحبون يطلعون على موضوع معين، على تاريخ، على وثيقة، على كذا، ويصب يروح المكتبة المركزية. المكتبة مصدر، مصدر يعني أساتذتنا في جامعة الموصل وأيضا أدبائها ومثقفيها وباحثيها يجون على هاي ويطلعون على مصادر نادرة جدا. أعتقد أكيد أنت إيش كنت تدوهوني بهاي المكتبة؟ يعني أكيد هسه تجي على مجر. نعم. إحدى إيش تختار؟ طب، علوم، ثقافة، أدب، سياسة، تاريخ. تاريخ هو اختصاصي يعني. من كنت خلينا نقول هسه أنت هام شاب، ما نغيد نحكي على التلفزيون يقول لك قبل، لا لا هسه أنت هام شاب. يعني من كنت خلينا نقول في فترة الطفولة كنت تهتم بالتاريخ؟ يعني كثير كنت أهتم بالتاريخ، يعني حتى العيدانية. إيه؟ يعني من كان يطعوني بالعيد. إيه؟ فكان أصدقائي أو أخوتي الأكبر من كانوا يروحون على السينمات. إيه؟ معروفة. طيب يا سينمات. إيه؟ عيد يعني هو الفرصة الوحيدة بالضبط. ولي قمزون. إيه؟ أنا بالنسبة لي كنت أخذ العيداني أروح على مكتبة بسام بشارع نجف. بشارع نجف أشتغي كتاب. إيه؟ وأرجع على حديقة الشهداء أقعد هناك أقرأ. وهوني عما يخلصون الفيلم اللي يطمشوا عليه. زين وهوني ايش كان؟ هوني لا اثناء الدوام، خصوصا فتره الدراسات العليا ومرحله البكالوريوس واعداد البحوث وبحث التخرج. فحقيقه المكتبه، المكتبه المركزيه العامه كانت منجم من المصادر القديمه منجم. التاريخيه اللي ما كنا نلقيها بغير مكتبات هي. ومكتبه المتحف من اهم المكتبات التي كانت موجوده في مدينة الموصل، وتحتوي على وعلى مستوى العراق أيضا هائلة. لا تتردد، وحتى على مستوى العراق لأن بها حقيقة مئات المخطوطات والنوادر والصحف والجرائد، فضلا عن الخزانات الخاصة لأهالي الموصل. هذا الكنز، هي هذا الورث الأصلي. الكنز كان هوني يعني بهذا المكان، كان تختزن الموصل كتاب عمره 200 أو 300 سنة تلقين هوني، مصدر ما يعوض. نعم. طبعا اكيد عندنا حديث جوا عن الاقسام، عن تاسيسها، عن كثير امور. خلينا ننتقل جوا دكتور وايضا نكمل حديثنا، لان الحديث عن هاك الموقع للامانه ما ينعجز من عنده، يحتاج لاكثر من حلقه. اكثر من حلقه يحتاج فعلا، لان مثل ما ذكرت مصدر. وللامانه قبل ان ننتقل دكتور، يعني هاي المكتبه بفضل الله وبفضل بعض الشرفاء من أبناء مدينة الموصل ما احترق بها ولا كتاب. كتبها القديمة موجودة، والمصادر موجودة، الخزانات أيضا اللي ذكرناها وذكرت جنابك أيضا موجودة، ما فقد بها. بس نحن إيش نحتاج قبل أن أروح فاصل دكتور؟ نحن نحتاج أيضا المعاهد، الجامعات، الطلاب الابتدائية والمتوسطة والإعدادية أيضا يجون سفرات. للأمانة المدير رحب، قال أنا مكتبتي مفتوحة للزيارات أو السفرات المدرسية، وأهلا بهم. ونحن أيضا نقول لك أهلا بيك بهاي مكتبتك اللي كنت تزورها. خلينا نجول جو دكتور ونطلع أيضا أكثر عن هذا التاريخ العظيم والمهم جدا الثقافي في مدينة الموصل. دكتور طبعا نحن بدايتنا نبدي بها بالتسلسل، كنا بالبوابة، حاليا في الممر الداخلي في المكتبة. ويستقبلنا في البداية تصميم كل جميل تاريخ المكتبة، هذا من عمل وخط عفوا من خط المرحوم قصي الفرج، احد ايضا مدراء هذه المكتبة. وأيضا التنظيم الإرهابي اللي خلي علامة، واحدة العلامات إنه نلاحظ على التصميم الملك الآشوري أيضا حاولوا يكسرونه. بس نحن نقول الحمد لله أن الكتب سالمة كاملة، ما احترق أي شيء. بالبداية دكتور يعني أريد أسألك، يعني هي
حتى يعني كنا نتحدث قبل قليل مع جنابك ذكرت لي أنه كفكرة سنة 1919 كفكرة وانطرحت هاي الفكرة 1919 مثل ما ذكرته بدأ يجمعون كتب ما فتحت 1920 بدوا يعني الناس الطيبين أهالي مدينة الموصل مثل ما هسه يتبرعون عفوا بكتب أو بعض مصادر بدوا يتبرعون سنة 1920 بيت الشلبي بيت الجليلي بيت فلان بيت فلان بدوا يجمعون كتبهم عندهم بالبيت كانوا يقرون على الفانوس على اللوز على الشمعة يقرون ما مثل الساعة مع الأسف كملت الأعداد خلينا نقول للكتب المطلوبة بالإضافة إلى ما كان موجود في المكتبة الافتتاح سنة 1900 ذكرت 21 افتتاح رسمي نعم فكرة 1919 بدأ العمل في جمع الكتب 1920 الافتتاح ذكرت 1921 يعني تتحدث لي أنه هل كانت البناية القديمة يعني ما تستوعب الأعداد بدوا يبنون أكبر لو أشنو في البداية أستاذ زياد تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الموصلية الأعزاء لا شك أن أهل الموصل ومدينة الموصل هي من الحواضر الإسلامية الحضارية والتي يعني البعد الحضاري واضح في تاريخها فالموصل فيها أقدم مكتبة في العالم اللي هي مكتبة آشور بانيبال الملك الآشوري الشهير اللي حكم من سنة 668 إلى 627 وخلال فترة حكمه أسس مكتبة شهيرة اسمها مكتبة آشور بانيبال في القرن السابع قبل الميلاد فمنذ ذلك التاريخ أنت تلاحظ أنه كان أكو اهتمام بالمكتبات قبل الميلاد قبل 700 سنة احنا عندنا اهتمام أهل الموصل إن صح التعبير اهتمام بالقراءة وبالكتب وبالمكتبات فاحتوت ما يقارب على حسب تقديرات الآثاريين ما يقارب النصف مليون رقم طيني يتحدث بشتى العلوم والمعارف الخاصة بذلك العصر إذا قفزنا من هذا التاريخ وجئنا إلى التاريخ الإسلامي نلاحظ أنه أهل الموصل وحتى الحكام يؤرخنا لأقدم مكتبة في تاريخ الموصل اللي يسموها دور الحكمة فكان في الموصل أقدم دار حكمة أسس في عهد الأمير الحمداني أبو القاسم جعفر حمدان جعفر بن حمدان فكان هذا الوالي أو هذا الأمير خصص مكتبة كبيرة في داره وأتاح الورق والحبر للناس الذين يحبون العلم والمعرفة فتلاحظ في التاريخ الإسلامي أيضا ازدهرت المكتبات وظهر عندنا أسر علمية شهيرة مثل أسرة ابن منعة والأسر الكثيرة كما أسست مجموعة من المدارس العلمية التي كانت إلى جانب المساجد وكل المدارس ذكرت يعني دكتور عفوا للمقاطعة أيضا المدارس كانت تخصصية منها دينية منها ثقافية وعلمية نعم. يعني بعض منها دينية خاصة وبعض منها مدارس هي علمية بالضبط فتلاحظ أنه عندنا مثلاً المدرسة الزينية، المدرسة النورية، المدرسة البدرية كلها مدارس كانت تنطي العلم الشرعي وكانت المساجد هي التي تحتضن العلماء وطلبة العلم حتى فترة أخيرة كانت المساجد وهذه المدارس فيها هذه المكتبات وكان الناس عندما يأتون إلى المسجد مثل ما قلنا ما بس فقط للعبادة كان أيضاً للاطلاع على الكتب والمخطوطات والمصادر الموجودة فيه هذه المدارس فتلاحظ أنه في الموصل منتشرة المكتبات في أغلب مساجده بعد ذلك احنا لاحظنا أنه بعد الاحتلال البريطاني للعراق وتأسيس الإدارة البريطانية للدولة العراقية الجديدة لاحظنا أنه بدأ البريطانيون بالسعي في فتح مكتبة متخصصة وعامة تكون عامة لكل العراقيين فأعتقد كان أحد الضباط الإنجليز يدعى جيرالد فارل أعتقد كتب إعلان في جريدة الموصل التي كانت تصدر يعني منذ العهد العثماني أنه يحث أبناء الموصل على التبرع لإنشاء هذه المكتبة العمومية
والحقيقة أهل الموصل ما يحتاج أن واحد يقلم تبرعه. ف يعني الأسر المشهورة في الموصل وأول متبرع كان لهذه المكتبة هو الشاعر الموصلي المعروف أحمد ناظم العمري. فأحمد ناظم العمري كان عنده ندوة في بيته، ندوة شعرية، كان يعني يستقطب كل الشعراء والأدباء اللي موجودين بالموصل ويتناقشون بهذه القضايا الشعرية. فتلاحظ أنه أول من تبرع بمكتبة ضخمة إلى هذه الدار، وبدأت بعد ذلك المكتبات الخاصة تتبرع بها إلى المكتبة العمومية، ووصل حتى هذه اللحظة إلى ما يقارب 100 خزانة تبرع بها مثقفي الموصل وأدبائها وكتابها وشعرائها. وتلاحظ أنه المكتبة وصل عدد كتبها إلى أكثر من 100,000 كتاب. مكتبة ضخمة بهذا الحجم. الآن عمر هذه المكتبة تجاوز 100 عام، فإذا هي الفترة الماسية لهذه المكتبة. الحمد لله هذه المكتبة رغم التبدلات السياسية والتحولات التي مرت بها مدينة الموصل والعراق عموما، الحمد لله والشكر لم تتعرض هذه المكتبة إلى ضياع الكتب أو السرقة بشكل كبير، باستثناء فترة 2003 الاحتلال الأمريكي الغاشم على بلدنا تعرضت الكتب بها إلى السرقة للأسف. لكن تلاحظ هون يعني مسألة كلش مهمة، أنه حسب ما ذكرنا القائمين على هذه المكتبة وأمناء المكتبة أنهم كانوا كان كل بين فترة وفترة أهالي الموصل يجيبوننا هذه الكتب أنه كنشتغوها سواء من شارع النجفي أو من أشخاص ما يعرفون قيمتها، فكانوا يشتغوها هاي الكتب ويرجعون يرجعوها إلى هذه المكتبة. فتلاحظ أنه المكتبة العامة هي تمثل ذاكرة أهل الموصل، ذاكرة بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى، أنه مرت على هذه المكتبة الكثير من العصور والدهور التي اختزنت حقيقة ذاكرة الموصليين. وكان القائمين على هذه المكتبة شخصيات مرموقة وراقية جدا، أشهر دكتور كثيرين وكلهم والله مشهورين وكلهم مهمين. انت في البداية قلت ماكو مصلاوي ما يجي على هذه المكتبة، فما يعني ممكن نحدد يعني الشخصية الفلانية او الشخصية يعني اذا كان كل قلبهم يعني يشتغل. نعم، فاكيد الجميع كن زاروها. يعني احنا نلاحظ انه اشهر من يعني بقى واسس لهذه المكتبة عندنا الاستاذ احمد محمد العبد الله اللي المشهور بنيلة أو يسمى أحمد النيلة. هذا الأستاذ الجليل حقيقة أقام فترة طويلة في إدارة هذه المكتبة، منذ أن كان المسؤول عن هذه المكتبة أو خلينا نقول على مدير المكتبة إلى أن تحول إلى أمين لهذه المكتبة. فبقي في إدارة هذه المكتبة من عام 1930 إلى عام 1963. نعم، يعني ما يقارب 33 سنة. 33 سنة هو قضاها هذا الرجل في الاهتمام بالكتب وتصنيف الكتب وإدارة هذه المكتبة حتى تظهر بأجمل حلة ممكنة. أيضا من الشخصيات المهمة التي ممكن أن نذكرها وكان لها يعني باع طويل أيضا في المكتبة، الأستاذ الجليل عبد الجبار جرجيس، عبد الجبار محمد جرجيس، أيضا الذي حقيقة كان له بصمة واضحة في هذه المكتبة، وأيضا استفاد كثيرا من هذه من المعلومات الغزيرة التي تحتوي هذه المكتبة، فأصدر مجموعة كبيرة من الكتب التي تتحدث عن تاريخ الموصل وحضارة المدينة وتاريخها وتراثها. يعني من أيضا من الشخصيات المشهورة في تاريخ الموصل واللي يعني كان تربطني بينه علاقة يعني شخصية وكنا دائما يعني نتعاون في مجال البحث العلمي، الأستاذ المرحوم قصي حسين آل فرج، اللي أنا من كنت طالب ماجستير كنت دائما أزوره في مكتبته، وكان دائما يعني يحفزني ويشجعني في هذا الاتجاه، ولا تزال يعني السلسلة متواصلة. طيب نعم، في هذا الاتجاه يعني. وآخرهم الأستاذ جمال عبد ربة يعني قائم على هذه مدير هذه المكتبة. أكيد هي يعني قبل أن نروح على الفاصل، للأمانة الأستاذ الغالي أستاذ جمال العبد ربه هو مدير حاليا مدير المكتبة المركزية، وجه لي من خلال قناة الموصلية نوجه
أيضا دعوة للجميع زيارة هذه المكتبة، طبعا أكيد مجانا كما هو معروف، لكن أقل ما بها حتى المكتبة تحس أنه أهلها جوا عليها. إن شاء الله. هذا مثل بيت الجد، مثل بيت الكبير، الكل لازم يجون علينا ويطلعون. صح. يعني حتى حسب ما مذكور في بعض المصادر أنه بها كان قسم للأطفال، ولا زال يعني لا زال ولا زال قاعة ممكن خاصة للأطفال، قاعة ممكن خاصة. نعم زورها يعني موجود، شيء مرتب. أيضا نكرر الدعوة دكتور وأيضا من خلالك لزيارة المكتبة من أساتذتنا من مثقفينا أيضا من طلبة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، ما ضرر إلى جاء اطلع على المعلومات على أهمية المكتبة وما قدمته هذه المكتبة لخدمة العلم والمثقفين في مدينة الموصل. دكتور خلينا ناخذ فاصل لأن مكتبة كبيرة وأقسام كثيرة، فلازم نعمل جولة بهاي الأقسام. ناخذ فاصل ونواصل إن شاء الله. إذن أحبتي المشاهدين، فاصل ونواصل للحديث عن هذه المكتبة مع الدكتور محمود صالح، تابعونا. كانت المكتبة متكونة من قاعة للمطالعة وغرفة للصحف والمجلات وأخرى لإدارة المكتبة وخزن الكتب. كما كانت المكتبة تضم عند تأسيسها كتب متنوعة وباللغة العربية والتركية والإنجليزية، وكان تنظيما بدائيا يعتمد حجم الكتب. ومع هذا فقد بذلت الجهود الكبيرة من أجل تطوير العمل بها، ولم يظهر التصنيف الدولي على كتبها ومراجعها إلا في الستينيات من القرن الماضي. وفي المكتبة أقسام، منها القسم العام والخزانات الخصوصية وقسم المراجع الأجنبية وقسم الدوريات وقاعة الأطفال وقسم الوسائل السمعية والبصرية وقسم المطبوعات النادرة وقسم التجديد وقسم الاستعلامات وقسم الوثائق والأرشيف والأقسام الفنية والإدارية وقاعة المكتبة وغرف البحوث المتخصصة. وفي المكتبة إعارة داخلية وإعارة خارجية أيضا. إذن أحبتي المشاهدين، عدنا وياكم للحديث عن أقسام هذه المكتبة. حاليا إحنا في أحد الأقسام وهو مثل ما واضح ومكتوب أيضا قاعة
قسم الأطفال. نعم. دكتور يعني بالبداية للأمانة أريد أسألك أشنو الغاية من طفل يجي يقعد هوني وأيضا بها كتب يعني عفوا مجلات قديمة جدا اللي هي كانت طبعة دائرة الثقافة الأطفال. نعم. كانت وزارة الثقافة كانت تطبع كتب تهتم بالأطفال. الأطفال. حاليا الحمد لله حتى مناهج مع المدارس ما أكو. ولو نشطط عن الموضوع وهي حقيقة لازم نذكرها. أطفالنا إلى الساعة داوموا ما استلموا كتب. بذاك الوقت كانوا حتى كتب للأطفال ثقافية يطبعوها حكايات من بابل أو كذا أو كثير الكتب. تحكي لي عن أهمية يعني الطفل من يجي يقعدوني بهذا المكان أو الصرح العلمي. نعم أستاذ زياد، مثل ما ذكرنا هذه المكتبة هي مكتبة لكل العراقيين ولكل أهل الموصل، ما تخص فئة معينة أو حتى عمر معين. المؤسسين لهذه المكتبة كانوا حريصين على أن تكون هذه المكتبة لأهل الموصل، نساء للجميع، للأطفال وللشباب وحتى للكهول. ولذلك نلاحظ أنه تم تخصيص قاعة خاصة للمطالعة للأطفال. ونتذكر يعني في الثمانينات كان المجلات الخاصة بالأطفال تصدر بصورة دورية وكنا نقراها، يعني مجلتي، المزمار وكثير حقيقة المجلات، فكانت منتشرة حتى كانت اشتراكات بالضبط موجودة. إما تروح عليهم على المكتبة تأخذها اشتراكك موجود أو يجيبوا لك إياه بالبريد. أحسنت. فلاحظ أنه اللي ما عنده اشتراك بإمكانه أنه يجي بابنه، أو المدارس تجي مرات سفرات إلى هذه المنطقة، سفرات علمية يسموها، ويجون يطلعون على المجلات التي فيها قصص وفيها روايات وفيها أحاديث وحكايات تخص الأطفال. فتلاحظ كان الطفل يثقف بهذا الاتجاه، وتلاحظ أنه تم تخصيص قاعة مطالعة خاصة للأطفال، وقاعة قبالتها مخصصة للكبار بالضبط للمطالعة، فضلا عن قاعة للمحاضرات. يعني تلاحظ أن المكتبة أنشطتها متنوعة، إضافة إلى قاعة المطالعة للأطفال وقاعة مخصصة أيضا للكبار للمطالعة، أيضا هناك قاعة محاضرات حيث يعني تقوم منظمات أو مثلا دوائر الدولة المختلفة. نعم. بإقامة دورات وورش للتطوير، فيعني أحسن مكان ممكن أنه أيضا فاتحيها ممكن ويستقبلوها بكل أريحية وبكل حب وبكل تعاون، فضلا عن الهدوء اللي تتميز به هذه المكتبة. يعني فعلا أكو نظام يعني يقطعك عن الخارج الصوت، يعني نتكلم. نعم. عن الصوت، فتلاحظ الهدوء موجود، ويعني كل بين فترة تلاحظ أكو تطوير على هذه المكتبة. يعني حقيقة الموظفين والإداريين وأمناء هذه المكتبة كل رجل منهم وكل شخص منهم يعني يضيف إضافة مهمة وسخر كل إمكانيات المتاحة باستثناء الدرجة الوظيفية بالضبط، بس سخر كل يشتغل فتلاحظ أنه كل بين فترة يتطور. أنا أتذكر فترة الماجستير ما كان أكو أجهزة استنساخ، الآن تم توفير أجهزة استنساخ. يعني الباحث إذا يجي بعد ما مثل ما قبل يتعذب. أي أنا أتذكر كنت أجي على أستاذ قصي خلي هويتك وتأخذ إيه يعطيني الكتاب أروح لي المجموعة الثقافية أصور اللي أريد وأرجع على ما يعني يسمحوا لي قليل، لأن الأجهزة ما كان عندي بذاك الوقت. هسه لا، توفرت الأجهزة موجودة داخل المبنى. إضافة إلى ذلك استعارة أكو. في السابق كنا إحنا عندنا هذا النظام الإندكسات نسميه كارتات على الحرف وندوق على الحرف حرف. هسه سهل على ما تلقي الكتاب. هسه بكل سهولة وبكل يسر نظام أرشفة إلكترونية. هذا النظام الأرشفة الإلكترونية مجرد أنه تطعينه اسم كتاب أو اسم مؤلف راح يطلع لك موجود كل المؤلفات، وهذه الخاصة بالمكتبة راح يقول لك موجودة أو ما موجودة، يطلع من خلال نظام الأرشفة. جهد جبار قاموا به خصوصا من عام 2019 ولحد الآن، ولا يزال العمل مستمر في تطوير هذه المكتبة. حقيقة يعني تحية لهم ونشد على أيديهم وقل مبارك الله بكم على هذه الجهود الكبيرة. عملية الأرشفة مو عملية سهلة، يعني أنا اشتغلت مرة بأرشفة مكتبة المرحوم أستاذ الدكتور عبد المنعم رشاد اللي تقريبا عدد كتبه لا يتجاوز 3000 كتاب، طولت بها أكثر من سنة بس مجرد أرشفة. فكيف مكتبة بهذا الضخامة وبهذا الحجم لأكثر من 100,000 كتاب وبمختلف التخصصات
يتم أرشفتها، جهد جبار يستحقون عليه طيب. كل التقدير والتشجيع. طيب دكتور خلي أيضا نجول نطلع من قسم الأطفال هذا، والله بصراحة يعني أنا فحته من أخشعته أنه المكتبة المركزية مهتمة أيضا بالأطفال وليس فقط بالكبار. خلينا نتجول دكتور أيضا باقي الأقسام ونطلع أيضا على ما تحتويه المكتبة وأهمية المكتبة أيضا. إذن أحبتي المشاهدين فاصل ونواصل الحديث عن تاريخ هذه المكتبة وما تحتويه من قيمة ثقافية لمدينة الموصل وللعراق بصورة عامة. تابعونا. عدنا وياكم أحبتي المشاهدين داخل المكتبة أو داخل إحدى الأقسام المهمة جدا وهي الخزانات وأيضا بعض الكتب. نلاحظ أسماء أهالي مدينة الموصل حقيقة لماعة في هذه المكتبة. كل خزانة لها اسم خاص بالمتبرع بينه، مثل هوني بيت الساعاتي، بيت الشكرشي، بيت شماع، وبيت عبيد أغا، وبيت الجليل، وبيت الصابوتشي. كل مكتبة أو خزانة كان فهرسوها الشباب جهود مشكورة في المكتبة ورتبوها وعادوها. وأنا مثل ما ذكرت أنه الحمد لله ما فقدت المكتبة أي كتاب. أكو كتب نادرة جدا والله، مصادر يعني، والكل من أساتذتنا في جامعة الموصل كانوا يستفادون من هذه المصادر. ونتمنى أيضا عودة هذه رواد هذه المكتبة لهذا الموقع. دكتور يعني بصراحة شعور حلو مفرح وجميل جدا أنه نلاحظ المتبرعين أصلا أساسا هم كلهم متوفين حاليا، كنا تبرعوا لهذه المكتبة حتى ابني وابنك يستفاد منها، حتى بنتك وبنتي ويستفادون من هذه المصادر، مصادر قيمة جدا. مثل ما ذكر بعض الكتب يمكن أمغى 200 سنة ومن النوادر أيضا. فتحكي لي يعني أشون كانت طريقة الأرشفة أو حتى أشون كانت طريقة التبرع، وله أيضا دعوة من خلال برنامجنا، دعوة لأهالي مدينة الموصل اللي عنده كتاب ما يحتاجه أو ما يحتاجه أو تبقى حتى صدقة جارية يجي يتبرعها للمكتبة، وأيضا حتى لو أكو قصص للأطفال يتبرعها لقسم الأطفال إن شاء الله. أستاذ زياد حقيقة قبل ما نتكلم عن هذه أكو نقطة مهمة، أنه أهل الموصل ناس خيرة، وفي الثقافة الإسلامية عندنا مسألة كلش مهمة اللي هي الوقف الخيري. فتخشى أنه الخير موجود في هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم يبعثون. فتلاحظ أنه أهل الموصل حرصهم على يعني الاستفادة والإفادة من ما يخلفوه لهذه الأمة. تلاحظ ما العائلة فقط، بالضبط للكل، ما أنانية، لا نعم. فتلاحظ أنه يتم التبرع مجانا، ووقف هذه المكتبة، هناك مكتبات يصل عدد الكتب إلى آلاف، 3000 و4000 كتاب يتم التبرع فيها لوجه الله تعالى، يبقى هذا الكتاب وقف إلى مثل ما أقول إلى يوم القيامة. فهذا الكتاب يعني أجيال ك
كثيرة تجي وتطلع. أنت ذكرت في بداية أنه الكتاب اللي ما يحتاجونه، أنا أقول بالعكس، يفترض أنه الكتب المهمة واللي يعني يحتاجها أكثر الناس. عفواً على المقاطعة دكتور. نعم. أنا هو المفروض هم يتبرعون بينه. أنه يعني كنت أترك أعرف. إيه؟ أنا ليش أترك أعرف؟ إحنا إيش نغيد يعني أستاذ؟ أنا زيادة. بالمناسبة والله من خلال هذه الحلقة أيضاً عندي كتب نادرة اتبرع والله. إيه؟ بس يكون مهمة. وما أغيد ولا احنا مهمة جداً. تكون المكتبة مجرد يعني مخزن للكتب. وما أغيد هم اسمين كتب. إيه؟ حتى تكون صدقة جارية. بالضبط. فيعني لا بأس أنه تكون المكتبة تحتوي على كتب قيمة ونافعة. كلما زادت قيمة الكتاب، كلما زاد المراجع له والقارئ له، بالتالي زادت الفائدة. ما فائدة كتاب غير مفيد أنه يركن بالرف وما حد ما يقرانه؟ لا، إحنا نتمنى تكون الكتب مهمة ونادرة. كلما كان الكتاب مهم وكلما كان الكتاب نادر. ما عفوا على المقاطعة دكتور، يعني خليه هي يجيبوها. نعم، مهما كان حتى لو ما نادر يعني خلي يجيبوها. خلي نعم. احنا هي دعوة. صح، ما إلا نادر وما موجود، لا حتى لو عادي خلي يجيبوه. شغلة أخرى أيضا أستاذ زياد، فتلاحظ أنه حتى المكتبة المركزية في جامعة الموصل بدأت تستقطب المكتبات الوقفية. وأشهر مكتبتين جاءوا إلى جامعة الموصل هي مكتبة اللواء المرحوم محمود شيد خطاب، ومكتبة أستاذنا الجليل الدكتور عماد الدين خليل أيضا تبرع بمكتبته إلى مكتبة المركزية جامعة الموصل. دكتور أغيد. نعم. نعم. وفضلا عن ذلك عندنا أساتذتنا حتى في قسم التاريخ أيضا تبرعوا يعني بأعداد كبيرة، يعني من ضمنهم المرحوم أستاذنا الدكتور عماد عبد المنعم رشاد أيضا مكتبته كل تتبرع لمكتبة قسم التاريخ. فضلا عن ذلك أستاذنا الجليل أستاذ عبد التواب أيضا تبرع بمكتبته لمكتبة القسم. فتلاحظ أنه أهل الموصل الخير فيهم، وتلاحظ تبرعهم بالخزانات والكتب الخاصة. ويتم بالنسبة لحديثنا عن المكتبة العامة أو المكتبة المركزية العامة، يتم العمل على استقبال هذه الكتب ثم تصنيفها وإدراجها بالأرشيف الإلكتروني، وبعد ذلك يوضع اسم على هذه الكتب حتى تبقى في ذاكرة الموصليين ويبقى أجرى واصل إلى يوم القيامة. فتلاحظ أكثر من 100 خزانة من الكتب التي تعود لأهل الموصل من مختلف الطوائف ومن مختلف الجنس ومن مختلف العقائد ومن مختلف القوميات، كلهم متبرعين بها. تلاحظ هناك مكتبة محمد طاهر النقشبندي، مكتبة أحمد ناظم العمري، مكتبة الصحفي عبد الباسط يونس، آخر مكتبة حسب ما ذكر لي السيد الأمين المكتبة أنه مكتبة الأستاذ عبد الغني العبادي أيضا تبرع ما يقارب 300 كتاب. الله يرحمه. الله يرحمه. عنده كتب موجودة الآن تجري عملية تصنيف وأرشفها بعد ما عرضوها. بعد ما عرضوها. فتلاحظ إنه الدور. الله أعلم إيش راح يكون بهذه الكتب يصل. يعني. نعم. أكيد عمرها أكثر من 100 سنة. بالضبط. وكن اقتناها وحافظ عليها. بالضبط، يعني أنا لاحظت إنه في هذه المكتبة كتب قديمة جدا. أقدم كتاب في المكتبة المركزية هو كتاب تبرع به شخص يهودي. أيضا؟ نعم. تبرع به في سنة 1950. نحن لازم قديم. نعم. جدا، مطبوع في مكتوب الطبعة ماله سالونيكا، يعني من العهد العثماني موجود الكتاب، ويعتبر من الكتب النادرة والقديمة. مطبوع طبعا مو مخطوط، لكن كتاب نادر أيضا موجود في المكتبة المركزية العامة. سامحهم، قل الله يعطيهم العافية. أخاف يحكونا. نحن لازم نفرق بين السياسة والدين. هو من أهل الموصل هو. يعني أهالي مدينة الموصل هو كان. نعم. يهودي أو مسيحي أو مسلم. مثل ما ذكرنا. والله يعطيهم العافية. يعني مكتبات الأرمن وغيرهم من الطوائف كلهم متبرعين بهذه المكتبة. دكتور أغيد أسألك. مدينتهم يعتبروها. يعني. للأمانة. إيش يعني لك الكتاب؟ وهل تثق في معلومات الإنترنت أكثر أم هذه الكتب اللي عمرها 100 سنة أو أكثر؟ نعم، هو أستاذ زياد لا شك أنه التطور يعني موجود في عملية المعرفة وطلب المعرفة. إحنا ما ممكن أن نستقر ونظل على الكتاب. الكتاب لا تزال قيمته وأهميته والمعلومات اللي بينه مهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها. لكن أنت لو تلاحظ أو تلقي نظرة تاريخية على تطور الكتابة عموما، فتلاحظ أنه في البداية كان على رقم، على طين كان يكتبون. فعندما ظهر الورق تراجع الكتابة على الرقم والطين. الآن إحنا نشهد عصر
كامل يسمونه عصر المعرفة أو عصر الانفجار المعرفي، اللي هو عصر جاء بعد العولمة. نعم. عصر الانفجار المعرفي أو عصر التقنيات المعرفية، هذه التقنيات حقيقة أتاحت للباحثين الوصول إلى المعلومة بسرعة أكبر وب يعني سعة أكثر، لأن المعلومة لم تعد مقتصرة على دفتي كتاب، أصبحت هذه المعلومة منتشرة عبر شبكة الإنترنت. مدى دقتها ومصداقيتها دكتور؟ الدقة هون يعني ظل لا يعني لا يمكن أن نقول أن هناك حقيقة مطلقة في كل شيء، يبقى التطور العلمي موجود ويبقى يعني دائما الكتاب دائما يعني الكاتب في اللي يكتب كتاب دائما يحرص أن تكون المعلومة موثقة، تكون المعلومة دقيقة، ليست مجرد آراء شخصية ترمى وتلقى. فتلاحظ أنه تختزن أهمية الكتاب عن المعلومة الفيسبوكية أو اللي موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال. نقول أنه هذه المعلومة مثبتة ثبتت وأصبح لها تاريخ وأصبح لها يعني مصدر واضح وأصبحت لها مطبعة هي طبعت هذه المعلومة والسنة التي قيلت فيها هذه الكلمات، فتلاحظ موثقة. أما المعلومات الموجودة على الإنترنت ما بتقدر تتوثق منها إلا بعد جهد جهيد يعني، وبالتالي يبقى الكتاب ويبقى المعلومة في الكتاب لها رمزيتها ولها دلالتها ولها أهميتها، ولا شك أنه راح تبقى هذه المكتبات موجودة لمئات سنين قادمة إن شاء الله، كما كانت موجودة لآلاف السنين في السابق. أنا متأكد أنه لمئات السنين القادمة سيكون للكتاب أيضا أهميته ودوره في المعرفة وفي النهضة المعرفية في النهضة العلمية لأي أمة من الأمم. دكتور، مكتبة كبيري وأقسامة حلوي وكبيري، والله ما يهلنا المشكلة يعني ما نطيق نطلع يعني، هذا يحتاج ما يهلنا نطلع حتى من يوم من كامل المكتبة. نجي نقعد أنا وسنوري ناخذ بعض الكتب نقرأها ونطلع عليها. خلينا نجول أيضا باقي الأقسام دكتور إن شاء الله. حتى أيضا نعرف المشاهد بأهمية واهتمام أيضا حاليا موظفي والعاملين في هذه المكتبة كيف كانت وشون رجعت بعد ما دمرها أو حاول يدمرها تنظيم داعش، اهتموا بها طوروا بها أيضا أضافوا لمسات جميلة لهذه المكتبة. خلينا نتفضل إذن أحبتي المشاهدين فاصل ونواصل للحديث عن هذا عن تاريخ هذه المكتبة، تابعونا. عملت الكثير من الشخصيات المعروفة بالموصل على تطوير هذه المكتبة، كما كان الأهالي الموصل معها حكايات وذكريات يتذكرها كل كبار المدينة، كما أن لكتابها وأدبائها معها حكايات كثيرة. ومنذ سنة 1952 كان ثم ركن للأطفال وجناح للأساتذة والباحثين، وقد سبقت المكتبة كل مكتبات العراق في احتضان الأطفال وكذلك في تخصيص ما سمي في بغداد بعد ذلك بمعتكفات الباحثين، كما أنها فيها أيضا خزانات خاصة للأساتذة ومثقفين موصليين وغير موصليين تبرعوا بكتبهم ليصل عدد إلى 60 خزانة تحمل أسماء أصحابها، منها خزانة أحمد الجليلي وخزانة الدكتور كريكور استرتيجيان وخزانة عبد الباسط يونس وخزانة مي صالح الأمين وخزانة يوسف ذنون وخزانة سالم نامق وخزانة محمد سعيد الجليلي وخزانة جورجيس عواد وخزانة سعيد قزاز وغيرها.
عدنا وياكم أحبتي المشاهدين للحديث أيضا عن تاريخ هذه المكتبة وما تحتويه من كتب ومجلات وجرائد نادرة جدا. حاليا انتقلنا إلى قسم وهو قسم الإيش دكتور؟ النوادر. قسم النوادر. قسم النوادر. قسم النوادر. نوادر الكتب. نعم. موجودة هوني من جرائد قديمة جدا. الصباح والثورة والجمهورية وحتى ما قبل هذيك الفترة. نقطة مهمة جدا هي أولا نحن نشكر العاملين والموظفين في هذه المكتبة لما يبذلوه من جهود حقيقة للحفاظ على هذا الأرث العراقي، وليس فقط للمكتبة أو لمدينة الموصل. اللي أدهشني حقيقة هو وجود أقدم كتاب لشخص يهودي اتبرع بينه، وأيضا أكو مجلة. نعم. عثمانية دكتور. نعم. نعم. بالبداية نتناول هذا الكتاب اللي تبرع بينه اليهودي إن شاء الله أستاذ زياد. هو اليهودي أكيد من أبناء مدينة الموصل. طبعا هو من أبناء مدينة الموصل، يعني حتى فقط. نعم. نكون بالصورة. نعم. الحقيقة أستاذ زياد قبل ما نتكلم عن المجلة، يعني أود هنا أن أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به موظفي المكتبة وعلى رأسهم الأستاذ جمال العبد ربنا. وعلى رأسهم الأستاذ جمال حقيقة حرصهم على أن يحتفظوا بهذه الكتب، أنهم قاموا بفتح قسم سمي بقسم النوادر. نعم. هذا القسم في حقيقة الأمر هو نفس الـ 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 الأقسام التي كانت الخزانات الموجودة التي تبرع بها أهل الموصل. هناك كتب اعتبروها نادرة، سبب اعتبارها نادرة أنها إما الكتاب قديم أو طبعته قديمة، فتلاحظ أنه قاموا بتقسيم هذا بفتح قسم كامل سمي بقسم النوادر. قسم النوادر قسمونه نفسه، وقسم النوادر قسمونه ثلاثة أقسام. قسم الطبعات القديمة كما تفضلت، هناك عثرنا على أقدم كتاب موجود في المكتبة المركزية منه متبرع بينه، ومتبرع بينه واحد من أهالي الموصل، أعتقد اسمه يعني عبري، يعني اسمه موسى هاك الشيء اسمه يهودي. يهودي يرجع تاريخ طبع الكتاب إلى سنة 1596 مخطوطة، يعني بالضبط، يعني وما مخطوط، هو يعتبر كتاب مطبوع حقيقة. نشأتون هو كتاب مطبوع. هذا الكتاب المطبوع ما انطبع بالموصل، انطبع في منطقة تسمى سالونيكا. سالونيكا هي كانت مقاطعة تابعة للدولة العثمانية، حاليا هي جزء من اليونان. فهذا الكتاب هو عبارة كتاب ديني، يعني يتحدث تراتيل باللغة العبرية طبعا الكتاب. فعثرنا على يعني نسخة منه في هذه المكتبة، فهو يمكن أن نعتبره أقدم كتاب في المكتبة المركزية. أيضا من أقسام النوادر هناك قسم يحتوي على الصحف والمجلات التي انقطعت، تسمى المجلات المنقطعة، التي يعني انقطع تاريخ، يعني انقطع إصدارها، فأيضا احتفظوا بينه بقسم خاص في قسم النوادر. بس ما تحدثت عن المجلة. نعم. هناك أيضا جالوق. نعم، مجلة فكاهية عثمانية. نعم. يعود بأقدم عدد لها في هذه المكتبة تقريبا سنة 1876، أي في عهد السلطان عبد الحميد. فتلاحظ أنه حقيقة أنا يعني تفاجأت أنه هذه المجلة موجودة وفي العهد العثماني وفي عهد السلطان عبد الحميد، مجلة فكاهية موجودة منذ ذلك التاريخ. فأيضا تعتبر من أقدم الصحف التي احتفظت بها المكتبة المركزية العامة. فضلا عن ذلك نلاحظ أن هناك قسم خاص للنوادر أيضا يستقطبون أو يعني يستقبلون أحدث الإصدارات للمجلات والصحف التي تصدر حاليا، ويتم الاحتفاظ بها وترتيبها على السنوات ثم خياطتها وتجليدها. فحقيقة احتوت هذا القسم على يعني نوادر الصحف ونوادر المخطوطات تستحق. يعني هناك عندنا احنا نواجه مشكلة، بعض الطلاب عندنا من يجون يقول لك ما عندنا مصادر، ما نلقي هذه الصحف. ليش؟ وبالتأكيد ما يلقيها إذا راح على الإنترنت ها أو بالشبكات التواصل، ما يلقي هاي المعلومة. حكينا على الإنترنت يعني، لكن هون ما كل شيء موجود. ما كل شيء موجود بالتأكيد. بس هوني هون تلقي كل ما يخطر على بالك. ما بس إنه كل ما يخطر على بالك وما متوقع نهائيا، شيء قيم يعني فعلا كتب قيمة وصحف قيمة ما ممكن تلقيها
بصفحات أو شبكات التواصل الاجتماعي، ما ممكن تلقيها ما مثل ما تلقي هوني هذه الكتب وهذه الصحف حقيقة. قسم يعني نادر يعني. شعورك حاليا دكتور للأمانة لا يوصف الحقيقة. أنا يعني عندي استعداد سأبقى سنة كاملة هون، يمكن عندي استعداد ما أطلع من هذه المكتبة بس من أجل أن أطلع على هذه الصحف التي تعود بتاريخها إلى أكثر من 200 سنة. خلينا نقول هي دعوة أيضا. والله من هذا المنبر لابد للطلاب، طلاب الدراسات العليا خاصة اللي له اهتمامات بالتاريخ، أنه ما ممكن أن يستكمل السياسة، لا يمكن أن يستكمل رسالته أو أطروحته إذا ما يزور المكتبة المركزية العامة. المكتبة المركزية العامة إضافة إلى احتوائها على كتب قيمة وثرية بثروتها العلمية والمعرفية، هي أيضا مكتبة قديمة عمرها أكثر من 100 سنة. وأيضا دكتور دعوة لطلاب المدارس الإعداديات المتوسطة الابتدائية يشعون هذا الأرث العظيم لتاريخ مدينة الموصل، ونحمد الله عز وجل ونشكره أنه بقيت هذه المكتبة محافظة على كتبها، وأنه ما فقد منها هو جدا قليل وما شيء قليل جدا يعني جداً حقيقة قليل، وأن ما بقي لا يقاس بما تعرضت له المكتبة المركزية في جامعة الموصل. بالضبط. لذلك من هنا يعني نوجه تحية إلى جميع كوادر وموظفي المكتبة المركزية على حرصهم. من موقع ما يصير وشيء الشياب يقولون هاي مزكاية. مزكاية إيه والله. بصراحة. والله يعني يمكن. خلي. إيه والله. خلي والله يزعلون علينا باقي المكاتب. هاي فلوس المزكاية. إيه. بيت فلان، بيت الجليل، وبيت العباشي، وبيت الشلبي. وبيت لأنه نيتهم لله مبين. نيتهم يعني لله، ولهذا والله ما راحت ينك ورقة واحدة. واحدة سبحان الله. مزكاية. سبحان الله إيه. لأن نيتهم لله في رصد هذه الكتب حتى يستفيد منها أهل الموصل. فيعني فعلاً مكتبة مهمة قيمة مهمة جداً، لا شك أن الباحثين متعطشين إلى هذه هكذا نوع من المكتبات المهمة، وهذه المكتبة حقيقة تفتح ذراعيها يومياً وعند استعداد أنه تستضيف كل الطلاب أكيد ومجاناً وقدموا كل التسهيلات العاملين والموظفين أيضاً. نشأتها مثل ما ذكرنا قبل الجامعة، فكان حقيقة هي جامعة مصغرة ومرت بمراحل تاريخية، حتى تسميتها أيضاً مرت بمراحل. أول تسمية لها كانت تسمى المكتبة العمومية. حتى العامة يعني. بالضبط مكتبة العمومية. حتى سعد العالم الناس يعني المواطنين في مدينة مصر يعرفوا المكتبة العامة. مكتبة العامة أي ما فعلًا مكتبة. ما؟ فتصور المكتبة العمومية حتى عام 1930 يعني من 21 إلى 1900 ومن 1921 إلى 1930 كانت تسمى المكتبة العمومية. بعدين من 1930 إلى 1933 سموها مكتبة الأمير غازي. نعم. نسبة إلى الأمير غازي ابن الملك فيصل الأول. نعم. بعدين من تولى الأمير غازي أصبح ملك سميت المكتبة باسم مكتبة الملك غازي، واستمر هذا الاسم لها حتى عام 1959. بعد ثورة 14 تموز 1958 تم استبدال هذه التسمية وسميت بالمكتبة العامة. استمرت هذه التسمية حتى السبعينيات فسميت المكتبة المركزية العامة. مثل ما قلت لو أظل محفش قد والله ما ينمل يعني يصب ما تقع عينك تغشع فوق الشيء تريد تقرانه أو كن افتقدته. وأيضا الموظفين الله يحفظهم هم فتلوا معانا وقدموا لنا كل التسهيلات. إلى هنا أحبة المشاهدين، وقبل أن أنهي الحلقة هي أكرر دعوة للمنظمات الدولية والمحلية أيضا لدعم وتطوير هذه المكتبة، ودعوة إلى مديرية التربية في محافظة نينوى أيضا لإرسال بعض المدارس لطلابنا للاستفادة أيضا مما تحتويه هذه المكتبة. الشكر أكيد موصول للأستاذ جمال والعاملين في هذه المكتبة، وأيضا للأستاذ محمود صالح اليوم اللي رافقنا وشرحنا عن هذه المكتبة. إلى هنا أحبتي المشاهدين تنتهي حلقة اليوم من برنامج أمكنة وتاريخ. انتظرونا في لقاء ثاني وحلقة أخرى. تقبلوا تحيات كادر عمل، تقبلوا تحياتي وتحيات الدكتور محمود صالح. إلى اللقاء.